السلام عليكم. الميلان يسقط بفضيحة قوامها 5 من ساسولو، وريال مدريد يقرب اللقب من برشلونة ويخسر نقطتين أمام ريال سوسيداد العنيد. أما برشلونة فثابت الخطوة متشبثا بالصدارة بعد فوز صعب على الجاري جيرون، ونابولي في مباراة من أجمل ما يكون يحكم قبضته على الدوري الإيطالي بإسقاطه لروما. هذه العناوين وغيرها رح نتناولها في حلقة اليوم إن شاء الله. لايك للمقطع، والأهم هو الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. مرة واحدة تعملها بتاخذ مقابلها متعة أبدية غير منقطعة في هذه القناة. جاهزين للانطلاق؟ ربط حزامك اخي الفاضل، سرعه الحلقه ناريه، فدير بالك وخذ حذرك وركز معي منيح للنهايه. انطلقنا. نبدا مع الارسنال. بنوضح امر مهم جدا حتى لا يقع عليكم احبائي اي لبس في هذا الموضوع. انا محمد عدنان، موجود هون في عالم اليوتيوب في هذا البرنامج بالتحديد لهدف واحد فقط، ان احببك بكره القدم اكثر، اخليك تعشق شيء اسمه كره القدم، ثم اقدم لك كره القدم بشكل مختلف وجديد. هذا اهم من اي شيء اخر. انا شخص مرن جدا في معتقداتي وتحليلي مع عالم كره القدم. نعم، انا من انتقدت ارتيتا قبل سنة ونص بالضبط عندما كان الأرسنال في المركز 20 الأخير، وانتقدت كذلك مجموعة كبيرة من لاعبي الأرسنال وقتها، وقلت إنها أسماء لا تليق بقيمة واسم ومكانة الأرسنال. لازم نفهم جيدا إنه في عالم كرة القدم الحكم على عناصر اللعبة يتغير بتغير المواقف. شو يعني عناصر اللعبة؟ اللاعبين والمدربين والإدارات المالكة والمشجعين والملاعب والكرات وحتى حكم المباراة، كلهم يعتبروا عناصر للعبة. كل واحد منهم قابل للتطور والتغيير. لما يكون سيء رح نقومه ونقيمه ونلومه ونذكر مساوئه، ولكن لما يبدع ويتألق ويتغير قطعا رح نمدحه ونصفق له ونشير له بالبنان. المتزمت بأفكاره الكروية ولا يغيرها بتغير المواقف، هذا لا مكان له بيننا. ما بصير إذا لاعب أو مدرب طور نفسه وتعلم من أخطائه إني أبقى أذمه وأقول عنه ضعيف وقليل حيلة، والعكس صحيح. اللي كان جبار يوما ما ثم انحدر وتضعضع مستواه، لازم نقول إنه قصر ونوجه له أصابع الاتهام. ما في شيء ثابت في كرة القدم إلا الانتماءات، يعني الفريق اللي بتشجعه هو الثابت. فاز أو خسر، أبدع أو أخفق، حمل البطولات في زمن أو عاصفت به السنين واختفى. انتمائك لفريقك أو للاعبك المفضل الأصل أن لا يتغير، بس حكمك الفني عليه لازم يتغير بتغير مستواه. ولذلك أرتيتا قبل عام ونص لا يمت بالصلة لأرتيتا الحالي في هذا الموسم. أرتيتا غير أفكاره وطورها، لو بقي على ما هو عليه لكان قطعا أخفق بقيادته لسفينة الأرسنال ولا كان أقيل، ولا أشك في ذلك. ولكن الرجل طور نفسه في المقام الأول، ثم صنع منظومة جديدة ومتينة، واختار الأسماء التي تناسبه، واستغنى عن الأسماء التي فشلت وأخرته. نحن لا نعلم ولا نحكم على المستقبل، ولكن نتوقع قياس على المعطيات الواردة أمامنا. خذ مثلا فرانك لامبرت. أنا في الحلقة الأخيرة قصفت لامبرت قصف الكلاب السود في غسق الليل المظلم، صح؟ وقلت إنه يقود إيفرتون إلى الهاوية. في نفس اليوم تمت إقالة لامبرت من تدريب نادي إيفرتون، وقبل عامين قطعت بإنه سيقال من تشيلسي قبل نهاية الموسم وقد كان. طيب جميل، افرض مثلا لامبرت عكف على نفسه وطور أفكاره وعاد للساحة بنسخة جديدة تعلمت من أخطائها السابقة، ما المطلوب مني فعله؟ قطعا سأمدحه وأكون أول مشجع له. لا تزمت بالأفكار ولا تعصب على الإطلاق، كونوا مرنين بحسب المعطيات. ما بصير يكون فريقك سيء وتنكر ذلك من منطلق حبك للفريق وللاعبيه، فلا تقبل انتقادهم. امبابي في يورو 2020 كان طاعون عمواس الأسود، كان السبب الأول في خروج المنتخب الفرنسي من دور 16. قتلت هنا في حلقة في هذا البرنامج، مزعته رسميا، ثم طور الرجل من نفسه وتغير بشكل واضح. التقيته وقلت له لقد طورت من نفسك في كذا وكذا، ثم ذهب لكأس العالم بعدها بشهور وكسر الدنيا. قطعا سأمدح وأكيل له كل عبارات الثناء. طيب ننتقل لموضوع آخر. برشلونة بصعوبة بالغة مر ونجا من فخ جيرونا. للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الفريق يفوز فقط 1-0، والهدف يسجل نفس اللاعب بيدري. هذا الأمر له معطى إيجابي ومعطى سلبي. المعطى الإيجابي أولا، وهو أنه برشلونة ينجح بالفوز ويحقق النقاط الثلاث وهو الأهم، وأنه بيدري لاعب وسط هداف متطور تهديفيا في الفترة الأخيرة، وينوب عن المهاجمين للقيام بهذا الدور. ثم كذلك من المعطيات الإيجابية أنه الفريق لا تهتز شباكه على الإطلاق، قوة دفاعية لم أشاهدها في حياتي لبرشلونة. المسؤول الأول عنها هو تشافي نفسه اللي طور أفكاره الدفاعية ونماها. تشافي اللي ياما انتقدناه دفاعيا وكان يستحق النقد، كنت ألومه على أفكاره الدفاعية من لما كان مدرب لنادي السد هون في قطر، ثم ذهب لبرشلونة وكان ذات الأمر. ولكن هذا الموسم في بطولة الدوري على الأقل الرجل يقوم بعمل خارق للعادة قل نظيره. أكيد سأقول هذا من صنيع تشافي الذي تعلم من أخطائه، بس لازم يثبت ويصمد، فالقادم في الموسم أدهى وأصعب وأمر. الصلابة الدفاعية سلاح جبار يتسلح به برشلونة، بس ما الفائدة لو كان عندي هذا الدفاع الخارق وشباكي هي الأنظف في كل أوروبا، بس في النهاية أخرج من الموسم بلا دوري إسباني ولا دوري أوروبي؟ هذا الكلام ما بصير، هذا يهدم كل ما سبق. وبالتالي القوة والصلابة الدفاعية لازم تتوج بأهداف ثم ألقاب. ممنوع يطلع برشلونة من هذا الموسم بلا لقب من اللقبين، إما الدوري الإسباني أو الدوري الأوروبي، ولما لا يكون الاثنان معا. طيب بالعودة لمباراة جيرونا، ذكرنا المعطيات الإيجابية، بس المعطيات السلبية موجودة كذلك. الفريق من دون ليفاندوفسكي يعاني هجوميا، شتان شكل الفريق هجوميا بتواجد ليفا وبغيابه، فرق واضح تماما، وهذا أمر صعب ألوم فيه تشافي. فليفا مش لاعب عادي وصعب تعويضه، خاصة
خاصة إذا بنيت خطتك وتكتيكك على تواجد البومبر في الأمام ووزعت الأدوار بينه وبين ديمبلي ورافينيا وجافي وبيدري. المنظومة باتت واضحة، اسحب ليفا واستبدله بأي لاعب آخر مكانه، سيكون هناك خلل واضح، ولذلك أنسو فاتي غير قادر على تعويض ليفا. من المعطيات السلبية كذلك في لقاء جيرونا إنه جيرونا تمكن في كثير من الأحيان من الوصول لمنطقة جزاء برشلونة وتهديد العملاق شتيغن. لولا الله ثم تألق الرائع شتيغن وصلابة خط الدفاع بنجومية أراوخو الفنان لكان سجل جيرونا في أكثر من مناسبة خطيرة. فالحذر الحذر، إذا جيرونا سبب لك هاي المشاكل الواضحة، ماذا ستفعل مع اليونايتد القوي جدا مع تين هاج في الدوري الأوروبي بعد أسبوعين تقريبا؟ بدك تحذر. الخلل برأيي في الظهيرين وقلة مساندة خط الوسط. أما هجوميا فهناك مشكلة واضحة على مستوى الأجنحة الهجومية. نعم ديمبلي سجل في لقاء الكاس ضد سوسيداد ثم أصيب الرجل، مين ضربه عين؟ كان ماشي منيح الزلمة، أخيرا سجل وشكله، عشان انتقدت الفينش عنده في الحلقة الأخيرة. بس بالمجمل أجنحة برشلونة لا تقنع هاي الفترة، رافينيا وأنسو فاتي وفيران توريس، علامة استفهام وتعجب كبيرة. ما زال برشلونة على رأس هرم الدوري متشبثا بالصدارة بفارق 5 نقاط عن الغريم الملكي، مستفيدا من سقوط ريال مدريد بفخ التعادل السلبي مع القوي سوسيداد ثالث الدوري، الفريق اللي فاز عليه برشلونة بصعوبة قبل أيام في الكأس 1-0 كمان بتواجد ليفا هذه المرة في خط المقدمة. بالمجمل انتصارات برشلونة تأتي بصعوبة بالغة ولكنها مهمة جدا للفريق، دافع للاستمرار وتثبيط معنويات الخصم الملاحق ريال مدريد، انتصارات قادر تشافي أن يبني عليها ويتعلم منها ويطور الفريق للمضي قدما في رحلة اللقب الغالي. طيب نحكي عن خصم ريال مدريد. أول شيء، هل فرق 5 نقاط يعتبر خلاص؟ حسمت اللعبة وبرشلونة حقق مراده وسيتوج بطلا للدوري؟ برأيي المتواضع هذا كلام مبكر جدا. الكلاسيكو سيكون بتاريخ 19/3 قبل رمضان ب3 أيام، هذه لوحدها 3 نقاط. بالعكس الكرة ما زالت في الملعب والمنافس على شدة، ولكن الحذر كل الحذر، فقطار برشلونة يسير بشكل سريع ولا يتوقف. الأمر الآخر، نعم ريال مدريد تعثر بالتعادل السلبي، بس لا تنسوا إن الخصم فريق مقدم موسم خيالي. ريال سوسيداد هو ثالث الدوري الإسباني حتى الآن وبفارق 5 نقاط عن الأتليتي الرابع. ثم يدعو للتفاؤل كذلك إنه ريال مدريد ما كان سيء بالمباراة، بل كان الأفضل والأكثر استحواذا وتهديدا للشباك الباسكية. ولكن حاجتين اثنين حالت دون النقاط الثلاث. واحد، تألق حارس مرمى ريال سوسيداد أليكس ريميرو الفخم تفرعا في اللقاء وذاد عن شباكه بكل قوة قلب، كان سد منيع أمام كل هجمات ريال مدريد. والسبب الثاني هو سوء ورعونة اللمسة الأخيرة والقرار الأخير عند جل لاعبي ريال مدريد، وبالأخص فينيسيوس جونيور لوحده أهدر 3 انفرادات كاملة على الأقل في مباريات لا تلوم فيها المدرب. باقي يدخل أنشيلوتي ويسجل عن فيني، هو ما بصير. أفكار أنشيلوتي اتطبقت والفريق يصل لمرمى سوسيداد، ولكن لا تسجيل في الشباك العصية. إذا نلوم المهاجمين في المقام الأول، أين يلام أنشيلوتي؟ يلام على تبديلاته. سيبايوس ما كان لازم يطلع الربع ساعة الأخيرة، هو شعلة النشاط في خط الوسط وأفضل ممول للكرات، هو أفضل من يقف على الكرة في خط الوسط، والثاني في المجمل في الفريق من بعد كريم ابن الذمة. سيبايوس ضاع أحيانا في خط الوسط لكثافة وتكتل وكثرة لاعبي سوسيداد في هذا المركز. كريم بنزيما الحقيقة تقال عنده هبوط على مستوى اللياقة البدنية، ما يسعف حاليا هو خبرته ومهارته، بس المستوى البدني واضح انه منخفض. طيب عشان تعرفوا شو الفرق بين فينيسيوس جونيور ورودريجو، اول شيء انا بفضل اشوف رودريجو ينزل من الدكة. اول ما شفته اساسي قلت هل سيعطي ذاك الاداء الخارق؟ الولد لعيب جدا، موهوب بالفطرة. لا تنسوا انه الريمونتادا على السيتي في نصف نهائي دوري الابطال الموسم الماضي جابها من لما نزل بديل، وفي الدور اللي قبله امام تشيلسي في ربع النهائي احيا الامل بالهدف اللي سجله لما نزل كبديل، وفي لقاء اتلتيكو مدريد في منتصف الاسبوع صانع العجب العجاب لما نزل كبديل فدمر اتلتيكو مدريد. خارق خارق لما ينزل من الدكة. طيب شو الفرق بينه وبين فينيسيوس؟ الفرق انه فينيسيوس لا يستلم الكرة في العمق، بل لا يقترب اصلا من العمق. قوة فينيسيوس لما يستلم الكرة على الطرف ثم ينطلق بها ويخترق الخصوم وصولا الى العمق. اما رودريجو اعطيه الكرة في عمق منطقة الجزاء او على حدودها او حتى خارج منطقة الجزاء وستشاهد ما يسرك. ولك في هدفه الخارق على اتلتيكو مدريد خير مثال. اذا رودريجو سترايكر اكثر من فينيسيوس الجناح. ريال مدريد قطعا سيقوم بثورة على مستوى العناصر في الصيف القادم، الوحيد المضمون بقاؤه وتجديده هو ابن الذمة كريم في مجموعة لاعبين الواضح بشكل كبير انه سيتم التخلي عنهم، مثل اودريو زولا وماريانو دياز وهازارد وفاييخو، ويمكن اقول يمكن فيرلان ميندي. مودريتش قد لا يجدد عقده خاصة انه في اندية طالبته بالاسم، وذات الامر ينطبق على توني كروس. طبعا القرار الاول والاخير سيكون للمدرب وقتها، بس مين هو المدرب؟ هل سيكون انشيلوتي ام هناك بديل له؟ طيب نقول الف الف مبروك لنادي نابولي هذا التتويج الرائع بلقب الدوري الايطالي السيريا اي، وهيك بنكون تعرفنا على اول بطل هذا الموسم من ابطال الدوريات الخمس الكبرى. بتعرفوني بعشق التهور واستباق الاهداف، ولكن الواضح الجلي لنا جميعا انه اللعبه انحسمت في ايطاليا. هذا الكلام يا ما قلته، وضع نابولي في ايطاليا اسهل بكثير من وضع الارسنال في انجلترا، مع انه حتى الارسنال يمضي قدما نحو اللقب، بس القضيه تكمن في جوده المنافسين. نابولي طغى مستوى عن باقي المنافسين في ايطاليا، سباليتي يقدم افضل مواسم تدريبيه ويقود نابولي لتحقيق الدوري الغائب من 33 عام، بالتحديد من سنه ميلادي انا 1990 مع الاسطوره الخالده دييغو ارماندو مارادونا. وقتها كان الميلان في عزه ومسيطر على كل اوروبا ومحقق لقب دوري ابطال اوروبا 2 عامين على التوالي. جاء مارادونا وبهرج ايطاليا كلها وزلزلها وخطف لقب الدوري من الجميع. الان مات الاسطوره مارادونا، ففازت الارجنتين بلقب كاس العالم ولم يعد
نتائج ذلك مارادونا، وذات الأمر سيتكرر مع نابولي ولن يشاهد ذلك مارادونا. نابولي خارق يا جماعة، جرب تابع لهم مباراة، أفضل فريق في كل العالم يلعب حاليا على المساحات. تشعر أن سباليتي مقسم الملعب لمربعات صغيرة، وكل لاعب عارف دوره والمناطق اللي لازم يتواجد فيها وكيف يتحرك وماذا يفعل. أوسيمان وكفاراتسخيليا هم أفضل ثنائي في الدوري من دون منازع، واحد نيجيري والثاني جورجيا يلا استلم، ومعهم جناح مكسيكي رائع اللي هو لوزانو. طيب خذ عندك هاي، عارف خط الوسط الثلاثي من وين؟ سلوفاكي وكاميروني وبولندي، لوبوتكا وانجويزا وزيلينسكي. طيب خذ عندك قلوب الدفاع، كوري جنوبي وكوسوفي، مين جاي كيم ورحماني. طاغى سباليتي في صناعة فريق من العدم، لاعبين كانوا عاديين ولا حدا بيعرفهم مغمورين، جعلهم نجوم الشباك في إيطاليا، صنع أقوى فريق في إيطاليا، جاءوا من دول صف ثاني وثالث ورابع في عالم كرة القدم، ولذلك نابولي مرشح بقوة كذلك للمضي قدما في دوري أبطال أوروبا. إنتراخت فرانكفورت لازم يعد العدة لمبارتين ذهاب وإياب صعبات جدا مع سباليتي وأشباله. في صاعقة والله صاعقة، بالأمس طلعت تغريدة على تويتر لمغرد اسمه ساندرو واسم حسابه ساندرو فوتبول. تاريخ التغريدة يعود للعام 2014، بيتوقع فيها ساندرو أبطال دوري أبطال أوروبا لعشر سنوات قادمة. المصيبة إنه كلهم جابهم صح، برشلونة 2015 ثم ثلاثية ريال مدريد 2016 و2017 و2018، ليفربول 2019 ثم البايرن 2020 وبعده تشيلسي 2021 ثم ريال مدريد 2022. لهون كل شيء صحيح 100%، فهذا اللي شفناه وعشناه. بس التغريدة بتقول إنه نابولي سيتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال، والأرسنال في الموسم القادم، ثم مانشستر يونايتد في العام 2025. تعليقين على السريع، أول شيء ما بعرف مدى صحة هذه التغريدة لأنه الحساب مسكر حاليا على تويتر، فما بنقدر نعرف صحة التغريدة من عدمها، يمكن تكون فوتوشوب ما بعرف. والأمر الآخر إنه كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا، لأنه هاي لو حصلت فهي مجرد صدفة. طيب الميلان فضحنا في إيطاليا والله، شو تخسر بالخمسة في ملعبك من ساسولو؟ عيب والله عيب، مش حلو أبدا في حق الميلان الكبير. مباراة أبدع فيها الجناح الإيطالي لنادي ساسولو بيراردي، بيراردي سجل هدف وصنع ثلاثة في هاي المباراة، لاعب مكانه عمالقة الأندية الأوروبية ومن زمان مش الآن، مش عارف ليش لحد الآن جالس في ساسولو. ما حصل مع الميلان في لقاء ساسولو يؤكد ما قلناه في الحلقة السابقة، إنه الميلان يمر بأزمة حقيقية هذا الموسم، الكل يتطور ويغير ويبدل إلا الميلان، ثابت على نفس الأسماء لا بل يخسر بعضها. فراغ خروج فرانكي سيف في خط الوسط لم يجد له بيولي بديل، جيرو وحيدا كرأس حربة ولا بديل له، إبراهيموفيتش في العيادة من شهور طويلة ولا يقوى على لعب موسم كامل، مايك مينيان حارس المرمى أصيب، فحل الطم على الفريق لفرق المستوى المهول بين الحارس الأساسي والاحتياط الضعيف تاتاروزانو. خط الدفاع كله مستوى متراجع، كالولو وتوموري وسيمون كاير وجابيا، وحتى الأظهر لا تقدم شيء كالابريا وثيو هرنانديز. الفريق مهتز فاقد الثقة، يمارس ضغط على الخصوم في مناطقه هو أقل من أن يقوم به، يترك مساحات في الخلف كوارث وشوارع وفضائح. بيولي اللي كان نجم الموسم الماضي في عالم التدريب كله هو الآن لا يقوى على قيادة السفينة بل يقودها إلى الهاوية، انتدابات خاطئة واختيارات غير صحيحة من مالديني يسأل عنها. ديكاتيلاري هذا اللاعب حتى الآن عشان ما نظلمه بس حتى الآن أبان عن إنه مقلب، بتحسوا في عنده شيء بس ما شفنا منه ولا شيء حتى الآن. خط الوسط كفرديات ممتازين، بن ناصر وتونالي ودياز حلوين والكرة معهم، بس كمنظومة هجوم ودفاع مضروبين. زعلان كثير على الميلان بصراحة، احكوا لي في التعليقات شو رأيكم، هل نابولي حسم الدوري خلاص وما حل أزمة الميلان، وهل بتتفقوا معي إنه دفاع برشلونة هو الأقوى في أوروبا حاليا؟ متعونا بالتعليقات، وإلكم مني اللايك والقلب والتفاعل معكم. حساباتي الشخصية فيها يومياتي وردود فعلي على المباريات، لايك الحلقة واشتركوا بالقناة. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف الحلقة الماضية اللي حكينا فيها عن أجمل خمس فرق تقدم كرة قدم في العالم حاليا في 2023 وأمور أخرى يشوفها من هون.